إنها لقصير، حديث الإعلام في شهر أيار 2013. بعض أبنيتها إن وصلت بينها يقول لك: هنا لقصير، هنا الطريق إلى سوريا، إن أتت بخير نرحب، وإن سلك الشر منها طريقا فدع الزمان يخبرك كم دام فيها وكيف رحل. تناطحت وسائل الإعلام تنفي قدرة الجيش السوري على التقدم في ثنايا المدينة، وبين أخرى تعلن السيطرة على القصير برمتها. قد تتداخل حارات المدينة وشوارعها، تتعقد تفاصيل المعارك، وقد يجافي الدقة الاعتماد على صورة واحدة وحادثة واحدة من أجل تحديد المنطقة التي طالتها يد القوات السورية وتلك التي لم تطلها. لذلك وبعيداً عن مبالغات الإعلام، متعاطفاً أو تابعاً لأي طرف كان، ودون الخوض في مناقشة من أكد أو نفى دخول وتوغل الجيش السوري في القصير بريف حمص، فإن الرجوع باتجاه الخلف أياماً وساعات مضت، واعتماد الهدوء والتدقيق في الأحداث والصور والتقارير التي أوردها الإعلام عن أحداث القصير، يفضي إلى جمع مجموعة صور تصلح للتلاصق بجوار بعضها بغية تشكيل صورة أكبر وأكثر وضوحاً. بإمكاننا وبسبر الأيام بشكل عكسي أن نجمع صوراً من عدة جبهات ومحاور للحصول على رؤية أفضل حول الوضع العسكري في القصير بريف حمص والمساحات التي شغلها الجيش السوري وتواجد فيها. تم التقدم باتجاه الحارة الشرقية الشمالية الشرقية، هيهم نحن مطلين هون، قواتنا مطلية على المؤسسة، على المسلخ بهذا الاتجاه، على المسلخ، ونحن تواجدنا هون بيقضي على المسلحين بمحيط الملعب البلدي شعبة الحزب، وتم التقدم على محور تاني باتجاه الغرب من هذا وبين عدة محاور، وصارت قواتنا هون مطلية على جزء من الحارة الشمالية. نحن هون بهي النقطة بالمصرف الزراعي. مقارنة شرح ضابط العمليات السوري مع ما وثقته كاميرانا في القصير بتاريخ 26 من أيار 2013 يظهر تواجد فريقنا الإعلامي في مدرسة الزهوري عقب السيطرة عليها، وهي التي تطل على المؤسسة الاستهلاكية أو المسلخ في الجهة الشمالية الشرقية للمدينة. نحن الآن في مدرسة الزهوري، كما تلاحظون نسبة الدمار الكبير الذي لحق في هذه المدرسة نتيجة تواجد العصابات الإرهابية المسلحة. على يسارنا تماما هي قيادة المنطقة وأيضا المؤسسة الاستهلاكية أيضا من ناحية اليمين. ليس بعيدا في ذات الجهة تم تصوير السيطرة على أجزاء من الحارة الشرقية. نحن الآن في الحارة الشرقية لمدينة القصير. هذه الحارة يعني كما تلاحظون كان هنا اشتباكات قوية بين أبطال الجيش العربي السوري والمجموعات الإرهابية المسلحة. قبل ذلك بيومين بتاريخ 24 من أيار كان ثمة عمليات للجيش السوري على محور آخر على ضفاف بحيرة قطينة إلى الشمال من القصير، وصورت كاميرانا جنود الجيش وقد سيطروا على مجموعة تلال وقرى صغيرة في حجمها، إلا أن موقعها يمكن الكشف والإطلال على مواقع هامة. نحن الآن على منطقة تل أصر، هي على مشارف قرية الحميدية، حيث تتم عمليات أبطال الجيش العربي السوري في هذه القرية بالتحديد، وهي شمال غرب مدينة القصير. سير العملية كان يومها نحو قرية الحميدية القريبة من مطار الضبع العسكري الذي اختلفت وسائل الإعلام في تحديد الجهة المسيطرة عليه. عقب ذلك تمت السيطرة على قرية الحميدية بانتظار الصور التي توثق ذلك. في ذات اليوم كان هناك شرح لضابط في الجيش السوري على خريطة عمليات عسكرية. كما نرى هذه مدينة القصير، شمال المدينة، غرب، شرق المدينة والجنوب. القوة الأولى تقدمت حتى أرض الغيضة، نظفت المناطق والبساتين المحيطة في المنطقة وتقدمت إلى الحارة الجنوبية وأخذت باحتلال مناطق الحارة الجنوبية لمتابعة الهجوم باتجاه شمال باتجاه وسط المدينة والشمال. القوة أخرى أخذت منحة باتجاه من الجنوب إلى الشمال أيضا، قامت بتطهير المنطقة التي تقع شرق طريق دمشق بعلبك الدولي أو حمص بعلبك الدولي لتأمين هذا الطريق الاستراتيجي الذي يتجه باتجاه أمان جوسي والذي يربط الحدود اللبنانية أو الأراضي اللبنانية بالسوري.
الآن قوات الجيش العربي السوري تسيطر على هذه المنطقة وتقوم بتأمين الطريق بشكل كامل. طريق حمص بعلبك الاستراتيجي الذي تحدث عنه الضابط تم تصويره عقب معارك السيطرة عليه. نحن الآن على مشارف طريق حمص لبنان، هو طريق بعلبك، تم فتح هذا الطريق وتأمينه من المجموعات الإرهابية المسلحة. سوف نرصد لكم كيف تقوم الآن فرق الجيش بفتح هذا الطريق. بتاريخ 19 من أيار 2013 تواجدت كاميرا محطتنا في دوار القصير في الجهة الجنوبية الشرقية من المدينة، وتم تصوير الساحة ومحيطها، وفي نهاية النهار وثقت مراسلتنا مكان تواجدها. كانت معكم كندا الخضر لأخبار سما من دوار مدينة القصير. قبل ذلك وفي ذات اليوم تقدم فريقنا الإعلامي باتجاه المركز الثقافي وسط القصير، وتم تصوير شيء من آثار المعارك، وهذا الباب الرئيس للمركز. ليس بعيدا عن المركز الثقافي وصل الفريق بصحبة قوات الجيش السوري إلى المدرسة الشرعية التي كانت قيد الإنشاء، ومن داخل المدرسة تم تصوير البناء وقد تواجدت فيه القوات السورية مسيطرة على المكان. وليس بعيدا أيضا باتجاه الغرب نصبت كاميرانا في بناء مطل على مقابر خاصة بأموات المدينة على اختلاف أديانهم. في اليوم التالي بتاريخ 20 من الشهر ذاته قام ضابط عمليات في الجيش السوري بشرح تقدم القوات السورية باتجاه دوار المحطة جنوبا وإلى أين وصلت المعارك. تقدمت قوات الجيش العربي السوري بالمنطقة الجنوبية من مدينة القصير انطلاقا من حاجز المشتل والجسر. في اليوم البارحة وصل الجيش العربي السوري إلى دوار المحطة شمال حاجز المشتل ما يقارب 600 متر. وفي اليوم صباحا تابعت قوات الجيش العربي السوري التوجه باتجاه مشفى الأهلي، ويبعد ما يقارب عن حاجز المشتل ما يقارب 900 متر. وصل الآن الجيش إلى مشفى الأهلي وتم تطهير الحارة الشرقية بالكامل وقسم من الحارة الجنوبية من اتجاه المشتل، والمعارك الآن العنيفة تدور في المشفى الأهلي. في اليوم الذي تلا ذلك بتاريخ 21 من أيار تواجد فريقنا الإعلامي مرافقا تحرك القوات السورية، ومن بين الصور التي عرضت في نشراتنا بتاريخ 22 من أيار تم توثيق تواجد الجيش السوري حول مسجد الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، وتم توثيق ذلك بالصور. بناء على جمع ولملمة مجموعة صور متناثرة في 3 أيام متتالية تم وضع كل منها في مكانه المناسب، يمكن تحديد المواقع التي وصل إليها الجيش السوري من جهة الجنوب والجنوب الشرقي وفق الخريطة التالية، مبتعدين بذلك عن كل ما يمكن أن يوصف بالمبالغة الإعلامية التي يجنح لها هذا الطرف أو ذاك. جمع ما تقدم مع ما كنا قد تحدثنا عنه في مرة سابقة عند حديثنا عن المساحات التي سيطر عليها الجيش السوري على المحور الجنوبي والجنوبي الشرقي والتي أوضحتها هذه الصورة، يؤدي إلى رسم صورة أكبر حجما وأكثر شمولية ووضوحا تظهر المواقع التي تم توثيق وصول قوات الجيش السوري والسيطرة عليها بكاميرا محطتنا.